للحديث أكثر عن ملف فساد ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية الاستخبارية في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي السيد حسين السبعاوي. سيد حسين، بداية أهلا بك. إذا كانت المؤسسات الأمنية والشرطية المنوط بها مع مؤسسات أخرى متابعة وملاحقة الفاسدين وسرقة المال العام كما يفترض، هي واحدة من أكثر المؤسسات الحكومية حاليا بحسب المعلومات، هي واحدة من الفاسدين والسارقين. إذن باعتقادكم إلى أين تذهب الدولة العراقية؟ يعني أنا أعتقد أنه لا يستغرب فساد الضباط، سواء ضباط التحقيق أو ضباط الاستخبارات أو ضباط الحدود، لأنه الفساد في العراق فساد أفقي وعمودي، فساد على مستوى قمة الدولة، مؤسسات الدولة السيادية، وعلى مستوى القواعد. اليوم تدخل إلى الوزارة من الفراش إلى أصغر موظف إلى الوزير، هي غالبيتها فاسدة. عندما تكون الحكومة ومجلس النواب يعني ممتلئة بالفساد، فلا يستغرب عندما يكون ضباط أجهزة الاستخبارات أو ضباط التحقيق هم أيضا فاسدين. لكن الفرق أنه ضباط التحقيق وضباط الاستخبارات عندما يكونوا بهذا المستوى من الفساد، معناها فقدان الأمن، معناها ضياع الحقيقة، لأن ضباط التحقيق هم الحلقة ما بين القضاة وما بين الجهة المنفذة للقبض على المتهم، فبإمكانهم أن يجعل المتهم بريء والبريء متهم. وهذا ما رأيناه خصوصا من المعتقلين العراقيين، متهمين هم أبرياء وكثير من المجرمين هم طلقاء. هذا كله يؤثر، سببه واحدة من الأسباب هم ضباط التحقيق وضباط الاستخبارات. فقضية الفساد في العراق هي قضية عامة وطامة كبرى، يعني من الصعب معالجتها خصوصا بهذه الحكومات الموجودة الآن. بحسب معرفتكم، على عاتق من تقع مسؤولية محاسبة الأجهزة الأمنية والميليشيات التي تبتز الناس وتسرق أموالهم وممتلكاتهم الخاصة في وضح النهار كما تعلم؟ يعني هناك سببين رئيسيين. الأول هو الحكومة عادة يعني هي تتحمل المسؤولية الرئيسية، والنقطة الثانية علينا أنه لا ننسى الولايات المتحدة وإيران هما السبب الرئيسي في تفتيت الدولة العراقية. لا ننسى الاحتلال 2003 عندما احتلت الولايات المتحدة بالتعاون مع إيران احتلال العراق وتفكيكها للدولة العراقية، وخصوصا حل الأجهزة الأمنية وإلى آخره، وبناء أجهزة حديثة جديدة لا تتناسب، لا تمتلك المهنية ولا تمتلك الكفاءة. كل هذا تتحمل مسؤوليته الحكومات، وتتحمل مسؤوليته أيضا الاحتلال بنفس الدرجة. نعم سيد حسين، باعتقادكم هل ثمة فرصة بتحقيق الوعود الحكومية بملاحقة ومحاسبة الفاسدين، أم أن المسألة أصبحت حالة ميؤوس من إصلاحها؟ لا بالتأكيد هي حالة ميؤوس منها. الفاسد لا يستطيع أن يصلح الفاسد، المفسدين لا يصلح بعضهم بعضا، هذه قاعدة يعني ثابتة ومعلومة وقاعدة أصولية أيضا. المفسدين لا يصلح بعضهم بعضا، بل يفسد بعضهم البعض. الحكومات عندما تكون فاسدة كيف لها أن تصلح الضباط أو تصلح الأجهزة الأمنية؟ هذا غير ممكن. وبعدين أيضا هناك أجهزة موازية أصبحت فوق الأجهزة الأمنية وهي تفرض إرادتها على الأجهزة الأمنية، وهي الميليشيات وغيرها. هذه أيضا ساهمت مساهمة كبيرة في إفساد الأجهزة الأمنية وتخليها عن مسؤولياتها عندما تكون هذه الأجهزة مدعومة من قوى سياسية. فكذلك بقية الأجهزة. قضية الفساد في العراق قضية كبرى تبدأ من الهرم تنتهي بالقواعد. هناك تقارير اقتصادية عراقية سيد حسين تحدثت عن تضخم ثروات لمحققين بوزارة الداخلية وأجهزتها الاستخبارية نتيجة هذا الفساد، لصالح من التغاضي عن مثل هذه الخروقات بحسب تقديركم؟ لصالح من يريد تفتيت الدولة، لصالح مشروع اللا دولة في العراق، لصالح المجرمين. وإضافة لأنه الأسلوب الطائفي التي أدار الدولة منذ 2003 إلى الآن جعل من الأبرياء كثير منهم متهمين، وأمليت عليهم اعترافات سواء قصرا أم بعض المتهمين يعني معصوب العينين ويمضي على ورقة بيضاء، والمحقق هو يكتب ما يريد. والآن احنا عندنا عشرات الآلاف في السجون، غالبيتهم هؤلاء هم أبرياء. هكذا كان دور ضباط التحقيق وغيرهم، انتزعوا منهم الاعترافات الباطلة وقيدت ضدهم، ومن ثم أحيلت إلى القضاء وأخذوا أحكام ظلما وبهتانا. فبالتالي هذا مشروع اللا دولة، مشروع تفتيت الدولة العراقية الذي بني
أو وضع هدفا رئيسيا بعد 2003 لجميع الحكومات التي جاءت من بعده. الكاتب والباحث السياسي حسين السبعوي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.